واش الدراري جاب لكم معكم طفريكس نوز فيديو جديد نهار جديد الدراري صحه فطوركم صحه سحوركم صحه كاع داكشي اللي بغيتو فهمتي كلشي الدراري البارح قلتوا لي جو حطاب كونستانتين نديروا لا فيديو ديال كونستانتين نشوفوا المدينه نشوفوا اللعيبات ما الدراري كاين قبل من فيديو ديال الجزائر كامله غنبدا به هي الاولى الدراري فهمتي ناخذ فكره عامه على الجزائري اوكي عاد من بعد ديك الساعه نشوفوا جو نشوفوا البلان ديال كونستانتين واش كاين مدينه وحدين اخرين واش 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 المهم الدراري تقاش عمر انترو بدا الفيديو لوكشي عمرك ان شاء الله شنو نقول بونس دير لايك دير سبسكرايب تقاش نبداو باك نبداو ندير لا فيديو ديالنا الجزائر واخيرا وصلت للجزائر اكبر دوله في افريقيا الله يرضى عليك راك مزيان اكبر دوله في افريقيا تفاهموا عليها كلنا ولاد البهجه في الصحراء هي الجزائر رمز الثوره ضد الاستعمار وايقونه الحريه والاحرار عبر الازمان الزوار الجزائريين المغتربين بيجوا من برا ليتذكروا بلوغر الجزائريان كان شارك في سديم شفت لي سميت علاش مشي لي علاش انا عندي مشكل في الاسماء انا عندي مشكل في الاسماء هذا بلوغر الجزائريان والو حتى انا غنبقى داير بوز لهذا الفيديو هذه تنتفكر السميه ديالو نال الشيطان الله يحفظك الله يحفظك طيب بغات مغتربين بيجوا من برا ليتذكروا هي ثوره عظيمه يوم خبيب خبيب والو ترني حرام عليك خبيب يوم نهايه الاستعمار وبرددوا النشيد الوطني مع بعض الجزائر غير شفت 1962 وانا نتفكر الزيت كاع 1962 في البلاصه فرنسا لازم تخرج من هالبلاد كانت سنة 1954 بداية الانطلاق نحو التحرر من أبشع استعمار جثم على صدور الجزائريين لأكثر من 130 سنة وقدم الشعب الجزائري ملايين الشهداء ليتخلصوا من هذا الاستعمار حتى أصبحت الثورة الجزائرية مثالاً يحتذى به لكل أحرار العالم fanatically demonstrating against de Gaulle's moderate plan of a self-governing Algeria within the French community. كانت الثورة اللي انطلقت في عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي باسم الشعب الجزائري متمثلة بجبهة التحرير الوطني واللي استمرت على مدى 7.5 سنوات. هذا كل وما أكسب فهو على كل حال تحت تصرف 7 سنين الثورة وتوجت الانتصار وأجبرت المستعمر على الرحيل والاندحار ليعلن استقلال الجزائر وقيام دولة الجزائر في 5 يوليو 1962 أكثر من 60 سنة مضت على بداية الانطلاق وما زالت الجزائر بتردد في نشيدها الوطني نشيد ثورتها ورمز انتصارها نشيد اللي زلزل المستعمرين وكان وقود وروح للثوار والمجاهدين وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر الله يرحم جميع الشهداء في هذا النهار المبارك في هذا الشهر المبارك الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين في هذا النهار فاشهدوا فاشهدوا لأن قدنا رجال بالأمس رجال في المعركة واللي هما ماتوا ما ننساهمش أبدا وعارفين بين هذوك اللي ماتوا عارفين بين هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كان زوين هاد البلد القارة تبارك الله قداش وعلى طبيعة يوم راني معاك غدوة تاني بتمني
الابيض المتوسط العاصمه اكبر دوله بافريقيا. تدخل الجزائر عندك الاكسس للصحراء للثلج تلقب بالقاره للوديان الانهار البحار والمدن والاكل يعني كل شيء في مكان واحد في دوله واحده لانها اكبر دوله عربيه وافريقيه من حيث المساحه مساحتها 2.4 مليون كيلومتر مربع وعاصمتها مدينة الجزائر اللي وصلنا عليها على البحر الأبيض المتوسط وبيسموا العاصمة بالمحروسة أو الجزائر البيضاء. أهلا وسهلا فيكم يا إخوان في العاصمة الجزائر. خلفي تماما هذا مقام الشهيد زي نصب الشهيد في بغداد. هاد هيك مقام جاي في أعلى الجبل للناس اللي ضحوا لأجل تحرير الجزائر. حطينا هيك أيقونة في أعلى القمة وبالليل الفضوي بتشوف الأضواء وعليها أضواء وعلم الجزائر وانت ماشي من أول ما تدخل من العاصمة بتشوف البحر الأبيض المتوسط على جنبك وهون الطبيعة وهي المسجد الأكبر في أفريقيا من سنتين فتح طلع جماله من برا طلع الساحة الخضراء هاي اللي قباله قد ما كان في الويكند العائلات الجزائرية جيت تتفسح فيه من هنا تقدر تشوف مقام شهيد تشوف وسط مدينة الجزائر العاصمة تشوفون كيفاش تدخل للميناء يعني مكان استراتيجي هذه الواجهة البحرية تاع الجزائر العاصمة بكل زاوية بتسمع مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا بك عدنا في تلمسان مرحبا بك مرحبا بكم في الجزائر مرحبا بكم عندنا مرحبا بك الجزائر زيتونة فلسطين أهلا وسهلا فيكم في الجزائر وأكثر شعوب محبة فلسطين فلسطين دمنا وخاوتنا لأنهم بيعرفوا طعم الاحتلال وما برضوا بالظلم احنا ظلمنا وما نبغيوش المظلوم فيها مدن تعتبر من الأجمل والأقدم بالعالم من عاصمة الشرق الجزائري مدينة الصخر العتيق مدينة الجسور المعلقة قسنطينة مدينة العلم والعلماء إلى عاصمة الغرب الجزائري وهران وهران الباهية من الموسيقى الراي والأكل الشهيرة كارانتيكا الإسبانية وحصنها اللي أعلى الجبل الكارانتيكا وشوارعها ومبانيها مساجدها إلى ثورة الأمير عبد القادر رمز الثورة هاتي واحد تنوع وما يمكنش تبارك الله تنوع ما يمكنش خليط من الأمم مر عليها إسبان فرنسيين عثمانيين وغيرهم ولكن بقيت عربية أمازيغية مسلمة هاي مقام الشهيد وهون الحديقة هاي حديقة التجارب اسمها ليش؟ لأنهم كانوا يجربوا فيها زمان النباتات كانوا يحطوا فيها النباتات هون وتصور فيها كمان فيلم طرزان الأول طلعوا المنظر مرحبا بكم في الجزائر حديقة التجارب تؤسست 1832 يعني سنتين بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سمعين الهدوء سمعين صوت العصافير سبحان الله جنة الله في الأرض في بركة في النص ومزينة هيك بالشجر والنخيل تخيلوا انه في اكثر من 2500 نوع من النباتات هون وتميز الحديقه لانه عندها اطلاله مباشره على مقام الشهيد ويمثل كل الشهداء اللي ضحوا في حياتهم سبيل الوطن هاي الحديقه في قلب العاصمه في الجزائر الحديقه اسمها حديقه التجارب لانه خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر هم سووا الكثير من التجارب علشان كل النباتات والاشجار اللي تطلع مليح يودوها على فرنسا على فرساي يعني عباره عن مخبر مفتوح اوبن ميوزيوم اهلا وسهلا فيكم في الجزائر النخيل حواليك والطبيعه عجيبه العاصمه بس لسه كل زاويه بتقدر تاخذ صوره شايفين هاي الشجره الخلفي هون تصور اول فيلم لطرزان 1932 هون تصور المنطقه هاي تخيلوا عند الشجره هاي لانه هون في كل زاويه في كل زاويه راح تشوف شجره راح تشوف نباتات عجيبه بتقدر تصور فيلم هون رحنا على جامع الجزائر تحسوا مدينة داخل مدينة هذا اللي خلفي تماماً اليوم هذا هو أكبر مسجد في أفريقيا هو ثالث أكبر مسجد في العالم سمعين صوت الطيارات؟ الطيارات هاي أول ما تنزل على الجزائر على العاصمة أول إشي بتشوفه هذا المسجد هذا الصرح العظيم مسجد ضخم جداً منارة هي الأعلى في العالم بقول لك لأنه زمان أيام الاستعمار الفرنسي كان أول إشي الناس تشوفه كانت الكنيسة هي الواجهة فبنوا المسجد هذا ليكون هو واجهة البلد والذي يصنف كثالث أكبر مسجد بعد الحرمين الشريفين والأول على مستوى إفريقيا والذي يقع في منطقة تسمى بالمحمدية نسبة إلى سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو رخام المرمر
خاصيته أنه نصف شفاف بحيث يمرر الإنارة الطبيعية إلى داخل القرآن. تتسع إلى 3700 طالب علم. حقيقة أنه تدخل جوا كمان تشوف الشجر، تشوف الأحمدة هاي، تشوف المنارة. تخيل المنارة هاي منارة داخلها طوابق، راح تلاقي مركز بحوث، متحف، هاتشي هي حدانة دمام. شوف شو الجو حطاب منين جاي، هاتشي حدانة أنا ما عارفوش والله. منصة المشاهدة لكبار الشخصيات هاي بالأعلى 43، وهذا اللي خلفي شايفينه الإكس، هذا مضاد للرياح وللزلازل. الآن رح نطلع على أكبر منارة في العالم. إحنا على ارتفاع 224 متر في أعلى منارة في العالم، وهالارتفاع البحر الأبيض المتوسط كامل. أوكي، سبحان الله كيف تفننوا بالعمارة بديننا. تكون هاي الواجهة، أول حدا ما يجي من الجزائر الطيارة هي نازلة، أول إشي بتشوفه هالجامع. أوه، الفيو مش طبيعي ترى. على فكرة طلعنا كثير أبراج حول العالم، ولكن هذا غير، هذا طلعوا كيف مفتوح كامل بالقزاز. أنا ما بعرف كيف بنوه أصلا. مجموعة من الشبابيك لا تحصى 360، وبتلمع الشبابيك. ها بس هاي تلمع، تقدر تشوف 4K من هون. وشايفين هاي القبة أعلاها هيك يا إخوان، في شغلة اسمها الجامور. هاي كيف بروناي لما سلطان بروناي بنى المساجد من ذهب، هاي مرصعة بالذهب، الجامور اسمها بالعمارة الإسلامية. ما شاء الله. حس صلاة الظهر. سكينة. داك البلو سيال، ما داك البلون، واو كي داير في عالم. ورحنا على القصبة بداخل المدينة العاصمة، وهي المنطقة اللي هي من مواقع التراث العالمي اليونسكو من 1992. دولة واحدة يا فلسطين الأبية. كان لها دور كبير هالمنطقة خلال ثورة التحرير الجزائرية. كانت معقل الاستقلال جبهة التحرير الوطني، وانعمل فيها أفلام. السلطات الاستعمارية الفرنسية حطمت وهدمت الكثير منها، وحاولت تمحي الهوية الجزائرية. شوف المطل من أعلى منطقة القصبة هاي، جايين هون نطلع في واحد من البيوت العتيقة القديمة داخلة باليونسكو، عشان هيك طلعوا. هي هاي القصبة، من هون كانت الثورة، من هون كان التحرير، ومن هاي القصة كل جدرانها وشوارعها وأزقتها لها حكاية وقصة. قصبة وهي المدينة المحصنة، قديمة جدا عتيقة هالمدينة. وهذا واحد من البيوت الحي بالقصبة. عشان مرة رضعتني ذاك الكلمة اللي قال ديال فرنسا رجعات، باش مش رجعات، من فرنسا كانت وبغات نمشي تمحيت هذاك المعالم التاريخيه، هذاك الشيء اللي فصاحبي شوف شحال خايبين، شحال خايبين، شوف شنو دوزو، شنو داروا، شنو دقدقوا، وهكا كون لو هذاك المعالم التاريخيه ديالك حتى هما كيبغيو صافي يحيدوهم، حتى هما بغاو يمحيو لك الاثار. واحد القلب عاجي ديما عاجي. انا بالبيت عمي خالد بالقصبه، وهذا كل الاثار اللي استعملوهم زمان، الاذاعه، وتشوف كل الصور، كل المشاهير اللي زاروا هذا المكان. نساء القصبة في الماضي، صور من الموفي The Battle of Algiers، وزمان كانوا يسووا، تعال هنا كيعجبوني الناس بحال هكا اللي شي كارخوا اي حاجه، كرافت بومبس بوم. يعني كانوا الناس هنا يسكنوا، فرنسا كانت تتعب معاهم لانه المنازل قريبه من بعض، وصعب انهم يتحكموا في الناس اللي ساكنين هنا لانهم مترابطين مع بعض. كانوا يرسلوا رسائل عن طريق النساء، مثلا مرات ترسل سلاح، مرات المؤونه، مرات الاكل للمجاهدين. فرنسا تعبت في هذه المنطقه. انا زايد هنا عند الكوميسار. ما شاء الله. ووقت الثوره كيفاش كانت هنا؟ كانت قاخوه الناس، قاخوه كانوا، قاخوه يا وليد. كي يروح للبلاد يخليهم فاتح والجارو ويروح. واش تحكي له على الجزائر واش فيها؟ ايه يا الوقت واش فيها؟ فيها كلش. افضل اتاي هنا في الجزائر الشاي الصحراوي، تشربوا ما تنامش. بسم الله، صحتكم. السلام عليكم، معكم محمد سيدي خلف، المرشد السياحي في القصبه المعروف بمومو المحروسه. شوف يا جو، خاصك تعرف انه شعب جزائري ولا سكان القصبه عنوانهم البساطه، لما تشوف منازلهم ضيقه مع بعض ما يهتموش للتفاصيل كثيره اكثر من الحياه الاجتماعيه.
حتى الاواني يعني هذا مثلا هذا ما كانش منزل في الجزائر يسميه السني ما عندوش اسمها اللمه هاي بتجمعكم هاي الصينيه والشاي هنا القصبه بحكم انه كل منازل قريبه لبعض في الشوارع يمشيوا الرجال اكثر شيء وفي اسطح النساء تلقى منزل هذا مربوط المنزل الثاني فتقدر تتنقل المراه عادي فالنساء يمشيوا من الفوق والرجال يمشيوا من تحت من اجل الحرمه قتل نسيت المجموعة تاعك والقايد تاعك هو طالع معهم خليهم نسي الجروب تبعه إلقوا الثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب زخرفة تعود إلى التواجد العثماني بالجزائر هذا مبنى خلال فترة عثمانية أيام كانت ماسك الجزائر قبل ما يجوا الفرنسيين إحنا لسه في القصبة تخيل كل مناطق هاي اللي رحناها تحس جدرانها يعني مجعدة تاريخ شي هذه البلاصه اللي جالها العشر العشر في الحلقه اللي تفرجنا فيها البارح ماشي هنايا ماشي هذا هو الميزه اللي جاليه تشبه ليه الحيوط وقال العثمانيين تما قالوا العثمانيين يمكن يجوا الفرنسيين احنا لسه في القصبه تخيل كل مناطق هاي اللي رحناها تحس جدرانها يعني مجعده تاريخ تاريخ يونسكو هاي المنطقه اللي احنا فيها اسمها ساحه الشهداء في مترو هون ومسجد رياض المعمار انا شي سالم لما صار الاستقلال كيف كان شعورك مهم الشعب فرح بالجزائر احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 واعتبرتها جزء من التراب الفرنسي بعدما تخلت الدولة العثمانية عنها طبعاً نتيجة لضعف الدولة العثمانية ومشاكلها الداخلية رغم صمود الشعب الجزائري للمحتل لسنوات وسميت بالجزائر الفرنسية For over three centuries and prior to France's occupancy in 1830 Algiers was the stronghold of those dreaded terrors of the sea the Barbary pirate and now is known as the Paris of North Africa استمر الاستعمار الفرنسي للجزائر على مدى 132 سنة قامت خلاله ثورات عديدة ضد فرنسا المحتلة أشهرها ثورة الأمير عبد القادر سيهدم الشاب الجيش ويدعم السلطة حتى يعترف له العدو بها ويوقع معه اتفاق الطافنة وارتكبت فرنسا الكثير من المجازر ضد الشعب الجزائري منها مجزرة نهر السين في باريس On October 17, 1961, officers carried out a deadly crackdown on a demonstration by tens of thousands of Algerians that killed possibly hundreds of French Algerians وأشهرها المعروف بالتاريخ الجزائري بمجزرة الثامن من مايو 1945 واللي راح ضحيتها حوالي 45 ألف مواطن جزائري وهاد عند انتهاء الحرب العالمية الثانية وين طلعوا الناس يحتفلوا بهاي المناسبة مطالبة الفرنسيين بالرحيل عن بلادهم كما وعدوهم الفرنسيين أثناء الحرب أنهم يطلعوا بعد ما يفوزوا بالحرب العالمية الثانية فكان الرد دموي وكانت المجازر هي العنوان قدم الشعب الجزائري خلال هذه الفترة من الاحتلال ملايين الشهداء واليوم الجزائر بتطالب فرنسا بالاعتذار بالاعتراف بجرائمها وما زالت فرنسا بترفض وهذا اللي بشكل دائما عامل توتر في العلاقات بين البلدين يو غير ما بغوش يكون التوتر هذا بعد هادشي كامل اللي درتيه الشابيل على الاقل الاعتذار صعب فرنسا عبر الزمن لي كومبلو ديالهم شنو داروا استخدموا بالمواصلات تطلع فوق بنزل تحت مقام الشهيد في مناطق كثيره كمان نفس الشيء كيف بوليفيا استخدموا ترانسبورتيشن والتنوع المناخي في الجزائر هذا الله شوف قال تنوع المناخي السيارة. تنوع المناخي تنوع الجغرافي تنوع بزاف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللي بغيتي من كل فنان طرب اللي حبيتي موجود بتسوق من العاصمة بتطلع على مكان اسمه الشريعة جبال الشريعة وفجأة وكأنه انت بعالم مختلف دولة مختلفة اوكي يا اخوان احنا فجأة هيك بس ساعة ونص سقنا لفوق مرتفع انت بعالم ثاني انت بدولة ثانية تقريبا لانه فجأة هيك رح تلاقي الزائر الابيض رح تلاقي الارض كلها بيضة الدنيا كلها ثلج احنا لسه في الجزائر مرتفع سويسرا احنا في الجزائر في الشريعة الان من مميزات الشريعة انها مرتفعات عالية احنا الان على ارتفاع اكثر من 1200 متر فنلندا فنلندا لا فنلندا ولا شيء
الجزائر. احنا هسه انا اكتشفت انه احنا في جبال الاطلس اللي بتمتد من هون للمغرب، عشان هيك انتم بتشوفوا المرتفع هاد عالي جدا، مع انه احنا بس ساعه من العاصمه. وبعدين اليوم اللي بعده كمان ساعه بالسياره، تمام، هذا اللي خلفي تماما، مدينه تيبازا، وين فيها اثار تيبازا. تيبازا معناها ممر، لانها كانت ممر للتجار قبل عقود من الزمن. يعني بس حوالي 70 كيلو من العاصمة سقنا لهون لنشوف هالمكان العجيب، يعني مثل هرم صغير. وبناه الملك يوبا الثاني إكراما لزوجته ابنة كليوباترا بالضريح الملكة الموريتانية ملكة مصر الفرعونية 40 سنة قبل سيدنا عيسى قبل الميلاد. الأبواب الوهمية الأربعة، هذا وهم، هي عبارة عن تمويه فقط. الباب الحقيقي موجود في الجهة الشرقية، حتى الناس لو تجي هنا تحب تسرق ولا تحب تدخل ماهيش هذه هي الدخلة الرئيسية. بالطريقة الفرعونية يدخل شخص واحد فقط وينحني، ندخلوا هكذا باش ننحنوا احتراما للملك والملكة. لازمك تنحني كيما هكا. 2000 سنة مفقودة في الجزائر، تدعى بالحلقة المفقودة، مصنف من اليونسكو تراث العالم. هذا المدخل الرئيسي كان متمور بالتراب ما يبانش. يعني دائما نطرحوا التساؤل تاع الاهرامات كيفاش بنوها المصريين القدامى، شو الحجم تاع الصخره كيفاش؟ كبيره كيما الاهرامات. اوكي يا اخوان شوفوا، هاي شايفين هاي الاثار، المدينه الرومانيه هون على البحر الابيض المتوسط. احنا الان في موقع الاثري لولايه تيبازا، لمدينه تيبازا، هي مدينه يرجع تاريخها الى اكثر من وازيد من 2000 سنه، الرومانيه والبناء الروماني المعروف بالحجر بالاحجار، تاريخ عريق ومدينه مجاوره للبحر. كاين الحلبة القتال، هي اسمه المدرج، فيه انواع من النزالات بين المصارعين والحيوانات المتوحشه. نعرفوا بالشمال كان مليء بانواع الاسود اللي كان يسموه اسد الاطلس كل المغرب العربي. نعم زينا ما درتي فينا انا وقلبي. وين خلصت جولتنا في تيبازا على البحر، سامعين صوت البحر ابيض متوسط. هالمنطقه بتشبه المنطقه اللي في اليونان اللي اسمها سانتوريني. والله العظيم هاد لا فيو هادي البلاصه منين شد والله الا سانتوريني. واو واو. وقررنا نجرب بعض الاكلات بالجزائر، جوز ولوز، جوله من الاكل والحلويات الجزائريه. يقول لك هاي ألذ كبدة كل الجزائر، تخيل الازدحام هذا كله. كنت شفت واحد الفلوغر دو على البلاد ديال نبدأ بملك إبراهيم. كبدة بنينة بزاف، كل يوم كبة مجيلي. يستاهل هذا غاشي، يستاهل. تقعد ساعة تستنى عشان الكبدة؟ ما عندي ساعتين مليني هنا، يا ورت على بابا. والبلاصة هذه معروفة شغل فيها البركة اللي هنا، يا وقال الناس تجي على برا ومرحبا بأي واحد. له 40 سنة المقلة هذيك، عمرها 40 سنة أخويا، وعطاوه الدراهم باش يبيع حاجة كما بحاش. يا جال كان زحك معوي كسر. لا ارخم الدولو الفيزا، فيزا تنكر شاري. كبدي هاي الاشهر الاشهر في الجزائر اللي شفته، ملك الكبدي هيك ملقب. بسم الله بسم الله. بهارات، واو، ملك الكبدي ملك، رهيبة سحارة. وبعديها ملك اللوبيا. ملك اللوبيا ممكن صحن اللوبيا؟ واللوبيا عندهم معناها فاصوليا. ملك اللوبيا يعني فاصوليا الجزائري، 56 سنة هو ببيع فقط لوبيا فاصوليا. فتح بعد التحرير بسنة. وبعديها جربنا هذه مربع البيتزا الشعبية بالجزائر، بيتزا مربعة مش بإيطاليا هاي البيتزا. ما شاء الله عليكم وإلى بلدكم، الله يحفظكم من العين. هادشي اللي غنقول لكم، والله الله يحفظكم من العين. ما شاء الله الجزائر طلعوا كيف مربعة. قول لهم تاع مك الزيت ويرمي عليكم الياسمين. هاي البيتزا الشعبية في الجزائر. بسم الله. كم تأمرنا على هاي؟ دعوة الخير. دعي في صلاتك بس.
من 24 سنة وأنا هلا. والله 24 سنة وأنت لابس بدلة صاحب المحل. شو الليجونس وشو الليجونس بدلة بيجي كل يوم متألق متأنق أحسن لبس نفس الصورة الشخصية ولابس بدلة. هاي 1975 صورته كلاسيك وحجر قديمة عمرها ما تموت. الحج محمد الزين وهذا عمي محمد. اسمع 40 سنة في البيتزا هاوليك أقدم أقدم واحد في البيتزا عمي محمد. هاوي كم تمثلوا في العمر؟ 50 إيه 50 هذه 50 في 1990 تبارك الله أصلاً. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر بالإضافة إلى الأمازيغية وتستخدم الفرنسية على نطاق واسع. أنا ولينا نقول عرفت غادي يكون فيها الماكلة خلي شاشة المر الفطور عرفت شو يكون فيها الماكلة خاين شاع بوراك هاي خونا ما شاء الله هاي فيها جبنة فيها بطاطس وشوية لحم هاي اسمها بوراك ميزة تبع تركيا تبع تركيا بالجو سمعت على أن البوراك فمشي بالبطاطا أحسن بوراك أحسن من الكفتة والفرماج شو ما جزائريين شو ما ليش قولوا لي مش بالبطاطا ولا بالكفتة والفرماج الجبنة هاي داخلها بطاطا في كل مكان هيك مخدومة في المنزل معمولة بالمنزل يعني بسم الله هذا ساوندويتش فيه بطاطس واو بوراك أفضل بوراك في العاصمة الجزائر وروحنا نجرب الحلويات بالجزائر خيامة ماما خيامة ماما زي بيت يعني حي القصبة العتيق وأنا بنت القصبة خيامة ماما أحب يقول معندها مطبخ أمي الحلويات هادو تقليدية محضة ما مدرنا فيها حتى تعديلات وكلش مخدوم في البيت وعلى الطريقة التقليدية هادي بقلاوة جوز ولوز السوريين يديروا عجينة الفيلو لاباط فيلو حنا نديروا عجينة عادية تقليل كلاسيك لاباط كلاسيك عندك مقروط العسل كل واحدة ألد من الثانية كل واحدة والنوع تاعها كيما النساء كاين السمراء وكاين البيضاء وكاين هذه الحلويات مطبخ متواضع ويعطيك الصورة الأصلية للمطبخ تاع القصبة نعمل لك لاتاي وماشي تاع الصحراء لاتاي عاصمي خفيف باش تاكل معاه الحلويات المعسلة تاع الصحراء يجي ثقيل يجي ملقم بزاف حنا لا حنا نطيبوا لاتاي عادي مثلا يا اخي العرب بقلاوه تاعنا افضل نقول لك عندهم بقلاوه زينه وعوده ما كانش لي طيح هذه البقلاوه افضل بقلاوه في العالم صح وليدي اوكي اوكي هاي تفوز على البقلاوه في سوريا هاي هذا هو مسقط راسي في القصبه كان الحلم ديالي نفتح مشروع صغير نحيي به التراث ونحيي السياحه في القصبه طلع عيني سيبه كثير زاكية كثير زاكية الحمد لله مع الأتاي مطبخها المتواضع صينية البساطة عشان الأزقة هاي كثير ضيقة فكانوا يستخدموا الحمير ولازم نجرب بعديها قلب اللوز اسمها عنا حلى الهريسة أوكي هاي قلب اللوز الأشهر في داخلها عسل عشان هيك راح تلاقي نحل حول المنطقة هاي هي إجت من الشام هون اجوا عدلوا عليها قلب اللوز كليشه الدراري حيت مشي عندي واحد عندي صاحبي الجيريان اللي مش كنقول لكم الجيريان اون فامي كامله الجيريان ديال بصح من تلمسان على فوقيشه ديال الاعياد وداكشي ملي كنمشي كنعيد عليه ولا عيباش كنت كناكل الحلوات ماشي كلشي ولكن قلب اللوز مثلا كليشه الدراري دا نقول لكم دابا خلي دابا بقى كنتشاح وما عليكم الله يلاح شوم عليكم تسمى هون قلب اللوز قلب الأسد دقيق سكر عسل لوز يا إلهي بقول لك هاي تأكلها وانسى كل شيء خلاص هاي كمل يومك ها قلب اللوز عاصمية في الشرق الجزائري نقولها الهريسة ولا البسبوسة احنا نسميها هريسة عنه هذه في رمضان تقع فوق الطاولة فوق زوج نحلات بسم الله سلم عليك معلش شكرا من القلب شكرا اخويا شهيج رهيب رهيب جدا اكره تهبل تقول لي راح تنهب في الجزائر ترحيب كل واحد مر بالشارع مرحبا بك مرحبا بك في الجزائر تحيه فلسطين غير دوكا ذكرت فلسطين غير الحميره والله العظيم هكذا من عند ردي دوك يزيد من كل شيء ما يقول لك فلسطين بعد الحلا هاي هي الشواب الجزائر اللي هي مشاوي عنا أرنا المعقول في أكلة أول مرة بسمع فيها هذا الخبز اسمه كسرة الدريري تشوه عرفته
هاد الدريري هذا تا هو عرفتو تا هو كيدير دي فيديو واش فوتو كيدير لا فوتوغرافي كيدير لا فوتوغرافي هاد الدريري سميتو سفيان يمكن شي لعيبه انا بقيت عاقل في اكله اول مره بسمع فيها هذا الخبز اسمه كسره وهاد الحفره في رايك تاعها هاد الحفره ايش راح يجي فيها هادي يحطوا فيها الكنز اي والله الله جبال كيما كاس العالم اه صح جائزه هاي هي الزفيطي اوه فيعملوا هاد ستايل تاع خيمه مثل ما كانوا في الماضي ياكلوها واخيرا الاكل البحري بالجزائر في مدينة تيبازا سمك البحر الأبيض لذيذ رجعونا لجيب بازا أصلاً لون أصلي بتحسه أي 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 شوف كيف لزيجة كوبينة هذه من المفروض تهدى هدية لتجرب أقدم مشروبة جزائرية وأقواها هاي في كل طاولة بشوفها في كل طاولة محطوطة هاي خزوزة البيضاء مشروبات غازية ما في KFC ما في ماكدونالدز تعري ستاربكس ما تفهموناش بالغلط لكن أكلنا لذيذ ما يحتاجوش هذوك البراندات تعجبني خو بيب كاين وهيك كانت العاصمة بالجزائر ولسه هاي البلد القارة فيها الكثير لنكتشفه مع بعض انا غيب لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة انا غيب التراكات قلت لكم الدراري خصني نجي للجزائري دابا انا ما يمكنش داكشي ديال صابير دابا شتا شي دابا ديال الجو بحال هكا الدراري ود الماكلة هادي الدراري ود الناس بحال هكاكم خليني ماشي زعما شي الناس مرحبين الناس كرام الناس شو داك السيد اللي في داك المحل هذاك راه بقى ليا في دماغي كيفاش انيق صاحبي كيفاش واخد واحد الحاجه على 40 عام ولا 50 عام ولا 70 عام بنفس لو ريتم بنفس اللباقه بنفس الهضره بنفس ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم من العين شي لا نقول لكم الدراري وغادي نديروا اخي لا فيديو ديال كونستانتين تفرجوا معايا ثاني شويه نشدوا السور ماشي اليوم الدراري بكيت الغدا وما نشوفوا كاين نديروا ليه الدراري تقاش عفر اكسون جديده فيديو جديد Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say